فعود نفسك أن تكون وفيا الوعد، لا تبحث لنفسك عن رخص وتفتي نفسك بنفسك وتستجز لنفسك أن تخلف الوعد، لا، شد على نفسك في هذا، شد على نفسك في هذا. تحصل أحيانا أنك لو وفيت بالوعد حصل ضرر، في هذه الحالة أنت معذور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه وعد مع جبريل، تأخر جبريل عن الوقت المحدد، الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب، قال والله ما كذبت، كيف جبريل يعدني يأتي في وقت محدد ثم لا يأتي؟ كان يعني من الضجر حيث أنه لا يدري ما السبب، خرج من البيت، نزل جبريل مباشرة، جبريل ألم تكن وعدتني؟ قال في البيت كلب، في البيت كلب، ونحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فنظروا فإذا جر كلب تسرب إلى تحت السرير لم يتنبه له. الشاهد أن هذا الخلف للوعد له سبب، له سبب، وهو وجود الكلب. فبناء على ذلك إذا كان هناك سبب يستدعي أن تخلف الوعد ولو حضرت لحصل الضرر فليس معصية في هذه الحالة، لكن أنت تنظر بعين الشرع لا بنظر مصلحتك أنت، لا بد أن يكون عندك إذن شرعي، درست القضية دراسة جيدة ورأيت أن المصلحة ألا تحضر لذلك الوعد. افرض أنك وعدت أناسا أن تتغدى عندهم، فذكر لك أن معاصم موجودة ولا تستطيع أن تغيرها ولا يصلح بقاؤك مع وجودها، المصلحة موجودة هنا، أن حضورك فيه تأييد لمعصية الله، فعندك عذر أنك لا تحضر، أو أن خصوما قد يضربونك أو يقتلونك أو يقتلوا شخصا أو يضربوه، ولا تأمن أنت على نفسك من التهمة، أشياء قوية وواضحة تظهر المصلحة في أنك لا تحضر. المهم أن الأصل هو الوفاء بالوعد، وهذه حالة جزئية استثنائية، فلا تجعل الاستثناء هو الأساس. يأتي شخص يخلف الوعد دائما يقول المصلحة أن هذا الوعد ما أفي به، والمصلحة أن هذا الوعد ما أفي به، والمصلحة أن هذا الوعد ما أفي به، ومشت الوعود كلها المصلحة في عدم الوفاء بها، هذا غلط، هذا غلط. فلهذا نبني الأصل أولا ثم نأتي إلى الحالة الاستثنائية ننظر إليها في حينها. نعم. فلهذا أقول إن الله عز وجل حين ذكر الوفاء بالوعد دليل على أهمية الوعد. ونحب أن ننظر شيئا ولا يتسع الوقت الآن، لما لم يقل إنه كان وفي الوعد وإنما قال صادق الوعد؟ كان يقول صادق القول، لكن صادق الوعد إن شاء الله ننظرها في التفاسير الأخرى، الوقت الآن قد زحمنا.